في طبيعتي الحال بشكل خاص لنا علاقة مع كل سفراء الدول العربية والإسلامية الموجودين هنا في إسرائيل، وخصوصا سفارة الإمارات، والتواصل مباشر وهنالك حوار مستمر وتعاون مستمر مع سعادة السفير محمد خوجة، وأيضا مع سفراء الإمارات والأردن والمغرب. ففي تعاون وفي تواصل وفي تشاور وفي متابعة للقضايا. والحقيقة إنه الأخ السفير أبو إياس يعني يقوم بدور جيد ويتابع الأمور، وله مواقف يعني في هذا الجانب. بالنسبة للإطار العام، واضح إنه الحكومة هذه حكومة يعني تأخذ العلاقات كلها بمجملها المحلية والدولية إلى أزمة معينة. شفنا طبيعة التأزم الآن في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع غيرها من الدول، فموجودين في حالة اللي هي حالة يعني هياج سياسي معين، عدم استقرار، عدم وضوح في البوصلة اللي نتجه فيها. وبالتالي بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة، مهم إدارة علاقات أيضا مع الهيئات والبعثات الدبلوماسية في البلاد. شاركت طبعا في الإفطار الجماعي في سفارة الإمارات، وقبلها أيضا نحن نظمنا إفطارا جماعيا لكل السفارات والبعثات الدبلوماسية هنا في البلاد، ليس فقط العربية والإسلامية، إنما كان شاركنا من السفارة الكندية، من كل قارات العالم. يعني نبني علاقات دولية جيدة من أجل أن تكون يعني أيضا قنوات تواصل وتعاون ومتابعة لما يحدث في داخل الفلسطيني هنا. واضح تماما أنه دول العالم، سواء الدول العربية أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، غير راضين عن توجهات الحكومة الحالية، لا في تركيبتها ولا في سياساتها الداخلية والخارجية. فالأصل أنه رئيس الحكومة يعيد رسم سياسات تتناسب مع المرحلة. داخليا واضح تماما ماذا عليه أن يعمل، أن يكف عن محاولة تقويض ما تبقى من الديمقراطية والسيطرة على النظام القضائي والمس بحقوق الإنسان وحقوق المواطن وحقوق الأقليات. وعلى المستوى الدولي واضح تماما أنه التحدي الكبير هو في التعاطي والتعامل مع القضية الفلسطينية، ولا تستطيع حكومات إسرائيل وبما فيها هذه الحكومة أن تبقى متجاهلة تماما لحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الجانب. أنهم يسعوا إلى إقامة علاقات سياسية مع دول عربية ودول إسلامية إضافية، يعني هذا لا ينبغي أن يكون على حساب أو بديل عن إقامة علاقات أو معالجة القضية الفلسطينية وإقرار حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال في دولته المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. يعني إحنا لا نطلب أمر اللي هو مستحيل. الأصل إنه إسرائيل تعترف بالدولة الفلسطينية اللي أعلن عنها وتنسحب إلى حدود الـ 67 وانتهى الأمر. وعلى مستوى الإعلان أعلن أنه يريد أن يوسع دائرة الاتفاقات هذه. السؤال، هل ستكون استجابة من دول أخرى في هذا الجانب؟ أنا في اعتقادي في الظرف الحالي وفي السياسات الحالية وفي التركيبة الحالية للحكومة، صعب أن يتقدم في هذا الجانب إلى الأمام. ولكن في نهاية الأمر هو يريد أن يوسع دائرة العلاقات والاتفاقات. هذا السؤال، هل سيكون له شركاء من الطرف الآخر، ومن هم المرشحون ليكونوا شركاء في هذا الطرف؟ فاعتقادي أنه الأمر مركب جدا، وصعب أن يكون هنالك يعني تطور في هذا الجانب في الأشهر القريبة قبل أن تتضح معالم المرحلة الجاي. قد نعود إلى نفس الأزمة الداخلية بعد شهرين أو أقل حتى. وإحنا شفنا أنه خلال هذا الأسبوع كان هنالك تهديد حقيقي لوجود الحكومة، فهل ممكن أنه تتولد أزمة اللي تأخذنا من جديد إلى انتخابات أو إلى حكومة جديدة أو كذا؟ هذه الخيارات مفتوحة تماما. حقيقة كل من يدعي أنه يستطيع أن يرسم خارطة المستقبل في هذه المرحلة، يعني هذه مجازفة كبيرة. وبالتالي التريث وأن تحسب الأمور بشكل جيد، هذا هو المطلوب في هذه المرحلة.
العلاقات العربية العربية يجب أن تكون مفتوحة وطبيعية وتأخذ سمة التعاون والتواصل بالأبعاد المختلفة الثقافية والإنسانية والاقتصادية وغير ذلك. وحقيقة أنا سمعت من سعادة السفير أن هنالك رغبة إماراتية في التواصل أكثر مع المجتمع العربي هنا في داخل إسرائيل، وحتى تنفيذ مشاريع وبرامج قد تخدم مجتمعنا. وبدأنا حقيقة نتباحث في هذا الأمر مع سعادة السفير، وإن شاء الله أنه تكون هنالك أمور طيبة في المرحلة القريبة. وأيضا من الطرف الآخر أنت تلاحظين أنه أهلنا هنا في الداخل يعني يحبون الإمارات ويسافرون إلى الإمارات، وبدل أنه ما يسافروا على دول هنا وهناك أجنبية، الآن الوجهة الإماراتية أصبحت وجهة يعني محببة إليهم، وهذا جيد، تواصل إنساني عربي. وأيضا الإخوة الإماراتيين يعني بيوتنا مفتوحة لهم هنا في الداخل. أفاق التعاون في هذا الجانب، النوايا موجودة، وتحدثنا عن أمور محددة مع سعادة السفير، وحتى هو بادر إلى أكثر من محور للتعاون، وإن شاء الله أنه ننضج هذا الأمر. ولكن هذه أمور تأخذ وقت في طبيعة الحال، وأيضا في طبيعة الحال هذه أمور تمر من خلال القنوات الرسمية بشكل أو بآخر، فبالتالي إحنا بحاجة أيضا إلى موافقات معينة من قبل السلطات الإسرائيلية هنا، سواء بدك تنشئ مؤسسة أكاديمية أو مشروع معين اقتصادي أو كذا. أنا لمست اهتمام كبير عند سعادة السفير بالنسبة للجانب التعليم العالي، وبالتالي نعم هو طرح فكرة أن تقوم الإمارات بإنشاء مؤسسة أكاديمية عليا، يعني جامعة أو كلية في هذا الجانب، وهذا يلامس احتياجات مجتمعنا العربي. أنت لاحظي أنه تقريباً 20,000 طالب عربي يدرسون في جامعات خارج حدود البلاد، وهذا يعني عبء اقتصادي كبير على العائلات اللي هي مستوى الدخل محدود فيها. ولكن في عنا قناعة هنا في مجتمعنا العربي أنه يجب أن نتعزز ونتقوى بالتعليم وباكتساب يعني الشهادات العليا. فكان هنالك توافق في هذه النقطة، رغبة إماراتية في دعم التعليم واحتياج حقيقي في مجتمعنا العربي في هذا الجانب. فإذا استطعنا أن ندفع في هذا المشروع إلى الأمام فهذا يكون يعني مساهمة كبيرة جدا جدا من قبل الإمارات لدعم المجتمع العربي. طبعا تحدثنا عن أمور أخرى ذات طبيعة ثقافية وسياحية واقتصادية، ولكن هذه الأمور بدها إنضاج يعني وتصويب وآليات لتنفيذها إن شاء الله. أما النوايا اللي أنا لمستها أنه حقيقة في رغبة كبيرة من قبل الإمارات في دعم مجتمعنا العربي. يعني هذا أول إشي مشروع مطلوب يدعم وجودنا بشكل كبير. إحنا أحد أهم مرتكزاتنا التعليم، ولاحظي أنه مجتمعنا العربي جزء من مكانته في إسرائيل نابعة من أنه مثلاً الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات العرب يملؤون المستشفيات، ففي مرافق معينة إحنا العرب موجودين فيها بنسبة أعلى من نسبتنا. فكلما تمكننا في هذا الجانب كلما تعززت أيضاً مكانتنا هنا في داخل إسرائيل. السؤال إنه هل ستسهل السلطات الإسرائيلية إعطاء التصريح والتعاون في هذا الجانب؟ إحنا سنعمل المطلوب في هذا الاتجاه، وأنا في اعتقادي إنه كل وهذا حلم كبير، ولكن هذا الحلم الكبير يمكن أن يتحقق بالعمل الدؤوب والمثابر وبالشفافية. يعني إحنا ما بنسعى هنا إلى يعني خلق شيء اللي هو فيه تحدي لا سياسي ولا أمني ولا أي شيء، بالعكس يعني إسرائيل تدرك اليوم إنه هي رغم إنه أبواب الجامعات في إسرائيل مفتوحة للعرب ولكن ما في كفاية مقاعد، وبالتالي يعني إحنا 20% ولكن نسبتنا كطلاب في عنا طلاب أجانب أضعاف الطلاب اليهود اللي بدرسوا خارج البلاد. كما ذكرت المعطى حوالي 20,000 طالب، 20,000 طالب يعني تقدر تنشئ إما جامعة كبيرة وضخمة بحجم الجامعة العبرية
أو جامعة تل أبيب أو يعني جامعتين من القطاع الأوسط هنا في البلاد، جامعة حيفا قديش عدد الطلاب اللي فيها أو كذا. فأنت بتتحدثي عن يعني احتياج كبير لجامعة عربية في داخلنا.